أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال وسط تكبيرات المرابطين. وأفاد حراس المسجد الأقصى المبارك أن 40 ضابطا لشرطة الاحتلال وسبعة من أفراد المخابرات وسبعة وستين متطرفا بينهم حاخامات معهد الهيكل اقتحموا المسجد الأقصى وقاموا بجولة في ساحته. سياسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الوضع الراهن بين إسرائيل والفلسطينيين لا يمكن أن يستمر، مضيفا أن الولايات المتحدة تدرك أن الوضع ملح. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني أن من الضروري التوصل إلى طريقة للتفاوض، وقال إن الولايات المتحدة ستواصل هذه الجهود. ميدانيا وإلى قطاع غزة، معاناة جديدة تضاف إلى أصحاب كرفانات الإيواء في بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة، وذلك بسقوط أول أمطار الشتاء. فمنهم من أصيب بتماس كهربائي جراء وصول مياه الأمطار إلى أسلاك الكهرباء، ومنهم من تمركزت المياه داخل كرفاناتهم جراء التسرب من الأسقف. وطن للأنباء زارت سكان الكرفانات في بلدة خزاعة والتقت بعدة من المواطنين للوقوف على معاناتهم واحتياجاتهم. أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الوضع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ينذر بقرب اندلاع مواجهات بين الأسرى ومصلحة إدارة السجون التي صعدت من ممارساتها بحق الأسرى. في هذه الأثناء عقد مركز الدفاع عن الحريات حريات اليوم في مدينة البيرة ندوة ناقشت أهم التطورات على صعيد الوضع الداخلي في سجون الاحتلال. التحرك الشعبي ربما يعني هذا مهم. نحن نعمل بطريقة تقليدية، ما زلنا نعمل بطريقة تقليدية جميعنا. تتكرر أنماط التفاعل الشعبي وربما هي انخفضت في الفترة الأخيرة. هذا يحتاج إلى توحيد كل الجهات العاملة في موضوع المعتقلين الفلسطينيين في كل البرامج وفي كل الأنشطة المتضامنة أو المساندة لقضية المعتقلين الفلسطينيين، وأيضا مشاركة الأسرى المحررين ما زالت ضعيفة، وهو جيش كبير في المجتمع الفلسطيني، وهي دعوة لأن يكون تفاعلهم أكثر وأكثر في كل النشاطات التي تقام من أجل مساندة الأسرى. في موضوع آخر، شارك عدد من القانونيين وأساتذة القانون من مختلف جامعات الضفة الغربية في مؤتمر حماية المستهلك الفلسطيني الواقع والتطورات الذي ناقش الوضع القانوني والعوائق التي تواجه التجارة والاقتصاد في الضفة الغربية وغزة. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء وتسليط الضوء على بعض النماذج القانونية والأوراق البحثية حول واقع المستهلكين لإدراك طبيعتها والحماية التي تتمتع بها. مؤتمر حماية المستهلك التي تعقده وتنظمه جامعة بيرزيت في ضمن كلية الحقوق والإدارة العامة هو موضوع في غاية الأهمية والحساسية، خاصة في ظل ظروف المنافسة والحرة التي يعيشها العالم بشكل عام والمجتمعات، والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص في ظل عدم تنظيم الأسواق الموجودة فيه وعدم سيطرته على المعابر الفلسطينية، إضافة إلى المنافسة من قبل السلع التي تأتي من المستوطنات الإسرائيلية والأسواق الخارجية المستوردة. فلذلك جاءت هذه الفكرة لزيادة وعي المستهلك الفلسطيني حول حقوقه الاستهلاكية، وخاصة أن هناك عدة أوراق علمية قيمة ناقشت هذه الحقوق، وخاصة من ضمن هذه الحقوق الحق في الإعلام والمعرفة، الحق في التثقيف، الحق في الأمان، الحق في التعويض، الحق في العيش في بيئة صحية وسليمة. ونختم الموجز بهذا الخبر. فقد ناشد مرضى نزيف الدم الهيموفيليا
وعائلاتهم ناشدوا الرئيس محمود عباس بالتدخل لتوفير العلاج اللازم من عوامل مخثرة ورعاية طبية ونفسية واجتماعية لدى المستشفيات الفلسطينية، ما يساهم في تخفيف العبء المتضاعف على ميزانية السلطة والحد من معاناة المرضى وعائلاتهم جسديا ونفسيا. وأضافوا: نتساءل هنا لماذا تبقى المستشفيات خالية من العلاجات اللازمة ولا يتم توفير العوامل المخثرة حسب البروتوكولات الدولية للمريض على مدار الأسبوع. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.